محمد ان النتائج بتغير في لغه الخطاب نتائج الموسم. انا بقول لك ليش ان المرحله الحاليه مختلفه. احنا عندنا تصريح سلمان المالك نائب رئيس نادي النصر طلع وقال احنا كنا مفاوضين وما ردنا الا ميثاق الشرف ولا مخلصين. طلع رئيس الهيئه قال هذا كلام مو بصحيح لانها معلومه. لا لا هذه معلومه. دقيقة هو نقل معلومه من وجهه نظر الهيئه كانت غير صحيحه. صرف النظر ابو يزيد. انا ما كملت. انا اقول لك لما تجي انت وتطلع مع الموجه الجماهيريه وتبين انه انت ترى موقع مع لعيبه الهلال ما ردني الى ميثاق الشرف، هذا وش ذا؟ هذه مين معلومه ذي؟ هذه انت ما سمعت تصريح رئيس الهيئه. كان مو بصحيح. هو نقل معلومة غير صحيحة. لا لا هو حاول ينقل الموضوع مو بصحيح. ليش من وجهة نظر الهيئة نقل هذا الموضوع؟ انت الان تعرف شو تقول؟ ليش انت الان قاعد ترد على نفسك في النقطة ابو يزيد في سبب؟ ليش ليش احنا نقول الادارات المكلفة جات في وجهة نظر الهيئة؟ طيب اسمعني انا اقول ليش ليش لا تمشي في جانب معين لما جاء حدث شوف انقلبت وطلعت الهيئة وغيرت الموضوع. طيب هذا احنا نقول لك شو نقول؟ احنا نقول عندنا حالة مثل لما طلع وقالني انا ما وقفني الا ميثاق الشرف قالوا رئيس الهيئه غير صحيح الكلام هذا. انت انا اللي ادفع وانتم ما عندكم فلوس اصلا تدفعون تخلصون اي شيء وبامكان اي واحد يقول انا فوضت ميسي وبعدين يجيب لي يجيب الفاتوره. هذا اللي كان مفقود. اذا معناته وش هو؟ ايقاف لموضوع انك انت تبغى تساير الجماهير وتبغى تسوي نفسك انك قادر وتجيب وتفعل. قالوا لا يا حبيبي توقف، ترى انت ما عندك فلوس طيب حتى تكمل صفقاتك. طيب اذا هذا المطلوب. اذا اي نادي الان يبغى يسوي اي شيء في رقابه في متابعه. صحيح.